في عندنا نقاط مركزية في الشريعة، احنا لو تأملناها، لو بس قرأنا القرآن، نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجعلنا نفهم هذه الأحداث بشكل مختلف كثيرا عما يروج اليوم في وسائل الإعلام، عما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. أول نقطة مهمة في الشريعة، ويعني من أساسيات الشرع، مركزية أن الدنيا شيء حقير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شنو كان يقول؟ يقول لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالفكرة هذه لابد تكون حاضرة عندنا، أن هذه الدنيا معبر وممر. فهذه النقطة إذا فهمناها بتسهل لنا تحمل الآلام، بتسهل لنا فهم كثير من الأمور. الأمر الثاني إن الله عز وجل ترى قال لنا من البداية، قال لنا النصر والتمكين ما بيكون طريجة يعني مفروش بالورود، طريج مفروش بالدماء، بالأشلاء، بالتضحيات. قال لك ولا نبلونكم، ولاحظ في توكيد، ها، نون التوكيد يسمونها، ولا نبلونكم، ما قال سنبلوكم بس، لا تأكيد إن سيأتيك البلاء، سيأتيك. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل الله قال لك النبي يسوي لك سبحان الله، كل ذي قاعد يصير أحين في جدام عينك. سبحان الله، القرآن الكريم كتاب عجيب، كلام أنزل قبل 15 قرن تقريبا، تقرأه اليوم فتجده يتكلم عما تشاهده بعينك وتسمعه بأذنك. الله عز وجل شنو قال أيضا؟ كم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذه سنن الله عز وجل يتعامل مع عباده من نظام السنن. النصر له طريق، ما بيصير لك بطريق آخر غير اللي حط لك رب العالمين، والحمد لله رب العالمين وضح لك. النقطة الثالثة من الأمور اللي تخفف علينا هذا البلاء، أن نتذكر أن كل ألم يمر بهذه الأمة ترى مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني إحنا بنكون أكرم على الله عز وجل من رسوله، نتوقع أن الله عز وجل بينصرنا بدون ما نبتلى. شنو ممكن يصيدنا؟ حصار. النبي عليه الصلاة والسلام حوصر 3 سنوات في شعب أبي طالب، من شدة الجوع الذي أصابهم كانوا يأخذون ورق الشجر ويحرقونه ويفتونه ويأكلونه حتى تقرحت أمعاهم. احنا بنكون اكرم على الله عز وجل من النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. شنو بيصيدنا؟ تهجير، فراق للديار. النبي عليه الصلاه والسلام هجر من دياره، ما وقف وقال حق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله تعالى إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. شنو أكثر شيء ممكن يصير؟ فراق أحبه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمزة قتل أمامه ومثل بجسده، هو شنو العلاقة اللي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين حمزة؟ احنا بنكون أكرم عند الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. شنو أكثر شيء يصير في هالدنيا؟ نقتل. الأنبياء قتلوا، هاي اليهود نفسهم اللي قاعد يقتلوننا الآن وينكلون فينا، نفسهم كانوا يقتلون أنبياءهم. أنبياء بني إسرائيل، مو أنبياء نصرانيين بعد. ما بنكون أكرم على الله عز وجل منهم؟ شعور بالخذلان سيدنا من ما نرى يعني أحبابنا وأهلنا اللي كنا يعني ماخذينهم ظهر وعزوة تخلوا عنا في هذه الأحداث. شنو شعور النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي بين القبائل وعمه أبو لهب هو اللي يمشي وراه ويقول لهم دعوكم عنها نعم هذه كذاب؟ شنو شعوره لما وقف على جبل الصفا وأنذر الناس أول ما أمر بتبليغ الدعوة واللي قام رد عليه عمه؟ في خذلان أكبر من كذي؟ فكل هذه الأمور لما يستحضر المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته، أن أنبياء الله أصابتهم هذه الأمور، يصبر والطريق واضح والكتالوج عندك إياه يعني. إيه السنن الإلهية. زين، هل معنى هذا الكلام إن ما نحزن ما دام إنها شيء مقدر وحنا عارفين بيصير؟ لا، نحزن ونتألم، لكن في فرق بين الحزن اللي يخليني أتقاعس عن العمل، الحزن اللي يخليني أحس إني ضعيف إني ما أقدر أسوي شيء، وبين الحزن الذي يتحول إلى مشاعر غضب، الذي يتحول إلى مشاعر تجعلني أعمل. هذا الفرق، إحنا نحزن الحزن اللي يخليني أعمل في سبيل نصرة هذه القضية، مو الحزن اللي يخليني أتقاعس لا وخلاص ما أقوى جيش ما نقدر نغلبهم، لا نسوي لهم شيء. بس كذلك يعني الأمور اللي قاعدة تصير يمكن البعض قاعد يستغرب يقول شلون قلبهم هياهم يسوون هاللون في المسلمين، يقتلون الأطفال والنساء ذي. زي الله عز وجل قال لك ترى على مدى التاريخ هذا الشيء صار بأولياء الله. أصحاب الأخدود ما ألقوا في النار العظيم بس لأنهم مؤمنين. ما شطت فرعون، هذه كانت مشط حق بنت فرعون، كانت مشط لها وطاح منها المشط، قالت بسم الله، قالت لها أبوي يعني، الله قال لا ربي وربك ورب أبيك، فهذه غلي لها الزيت وألقوا أولادها قدامها. هذه الأمور متكررة في التاريخ، مو بشيء جديد أبدا. كذلك شنو موقفي أنا؟ الله عز وجل وصف لنا ترى في غزوة الأحزاب مواقف الناس اللي كانوا في المدينة. لازم أول شيء نفهم شنو صار في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في مكان صغير اللي هو المدينة. شوف لو تطبق غزوة الأحزاب على غزة ترى بتشوف هاي اللي في بالي يعني كأن غزوة الأحزاب كل تجمع عليهم يعني. بالضبط، مكان صغير وكل العرب يو عشان ينهون خلاص هذا يقضون على الإسلام، يقضون عليها ناس ما الحين
يبون يقضون على أهل غزة. نفس الشيء كان يصير، محاصرين، جوع، حصار. لذلك الله عز وجل وصفها، قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني بالضبط نفس اللي قاعد يصير الحين في غزة. شنو كان موقف الناس؟ المنافقين انهاروا في ذي الوقت، ما نقدر على هذه الجيوش. أما المؤمنين الصادقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لازم بعد نفهم شغلة أن النصر حتمي، ولكن هل من شرط النصر أن أشوفه؟ إحنا قاعد يقولون 70 سنة وأنتم قاعد تحرمون اليهود، ما صار شيء. أنا ما علي 70 سنة، إن شاء الله 1000 سنة. الله عز وجل قال لي في نهاية بتنتصر. أنا انتصرت ورأيت النصر أمامي، الجيل اللي بعدي اللي بعدي اللي بعدي مو شغلي بي. ما لي شغل بالنتائج، مو شغلي. الله عز وجل ما قال لي ترى أنت لازم بتشوف النصر. هذه نقطة مهمة لازم بعد نستحضرها، لأن قاعد تطرح كثيرا، وإذا استحضرناها بنفهم كثير من الأمور. الشيء الأخير أن هذه الأمور والآلام، وإن كانت هي في يعني حلقة في سلسلة لكي نصل في النهاية للتمكين والنصر، لازم نفهم أن لها مقاصد. إذا بنفهمها أيضا نرجع إلى كتاب الله عز وجل. في غزوة أحد صارت هزيمة للمسلمين، الله عز وجل شنو قال؟ قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. زين شنو الهدف؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، رقم واحد، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فإذا كنت تعرف جواب السؤال اللي مساء سألناه، موضوع ليش أهل غزة قاعد يثبتون، لأن أهل غزة قاعد يقولون هذا الكلام. أهل غزة قاعد يؤمنون بأن هذه الدنيا مجرد معبر وغمار، بأن الابتلاء واقع وحتمي، أني أنا إذا مت اليوم هني مباشرة أدخل الجنة. لذلك الصحابي ذاك اللي كان عنده التمر، زين قال ما بيني وبين الجنة إلا نأكل هذه التمرات، إذن والله إنها لحياة طويلة.